الوحيده بهاي المنطقه العبيدي اللي بين محله 768 ومحله 762 اللي تحوي على تقريبا اكثر من 1000 رياضي في المنطقه. المتنفس الوحيد منطقه العبيدي اللي من خلاله نقدر نروح فيه. ملعبين اثنينهم مليانات مي وماكو اي جهه تحركت على سحب المي وتوقف النشاط الرياضي بهذا السبب. هسه محصورين بساحه الخماسي اللي عدد لاعبينها 5 وكل الفرق صارت هناك الخطه. يعني ناشد وزاره الشباب والرياضه المسؤولين عن هذه الشغلات يساعدونا بسحب هذا المي. برفع الموج عن الساحل وهاي الفتره هي يعني شلون يكون عطله للطلاب وما عندنا اي منفذ ثاني فالعطله خلصت وكل شيء مستفادين منها نهائيا. وجاي اشوف هاي الملعب يهم الملعب الغلقانات برفع هاي الساحه الخماسي الترابيه انا غلقان. راح نطالب المسؤولين نطالب الشخص المعني بوزاره الشباب والرياضه يرفع لنا هاي الحوسم هاي ربطها بالمجاري دفنها سياج خارجي محتاجين للساحة. الساحة حيل مهملة وهي المتنفس الوحيد واكثر من فرق اكثر من 100 فريق عندنا هنا بالمنطقة. يعني نهائيا ما عندنا اي شيء. الملعب الوحيد اللي عندنا بهاي الجهة اللي بين المحلتين وتلعب عليه كل فرق كان عليه فزخم كلش قوي. يعني ضاعت حشوف كيف اللاعبين يعني شغالين هاي اللعبة تخلص على مود يعني يسجل مقابل وايد لاعبين هنا في الجهاد فما عندنا بس ننتظر ملعبنا على مود يقل الزخم على هذا الملعب الكبير.